وانا محمد عليكي عندنا بروجكت وانا وانت قاعده برده ماسكه لي فيسبوك ما بتعمليش اي حاجه غير انك انت ماسكه لي فيسبوك هنعمل ايه بقى في الاول التسليم ما دي حرام عليكي هنعمله سهله يعني هنعمله سهله يعني انا باخد منك الجروب بقول لك ايه قلبي يا منى انا هاتي عاطف بقول لك ايه ديزاين كنا هنشيل هستي وان شاء الله هنشيل بس انت هننجح هننجح ازاي بقى ان شاء الله بقول لك ايه احنا ما بدأناش بس ان شاء الله ناجحين ثقة في الله ناجحين ها؟ لا طبعا مش ناجحين طب يلا لازم نبتدي طب انا بادئة معاكي اهو فين اللابتوب؟ اكيد مش هنبتدي بالفيسبوك طب يلا انا سبت الفيسبوك اهو خلاص يلا اهو طب هاتي لي اللابتوب وانا اشوف الفيسبوك شوفي لي فيشتو بقى كمان هشوف لك فيشتو كل شوية اقول لك اشحني 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 عارف السيكريت بتاعتها ايه انا عملت
ساجرادا فاميليا. عملت ايه؟ اللي ما كملتش دي عشان ما حدش عارف طبعا يوصل لتفكير. انت عارف هو حكالي ان هو اصلا كان سرق المعمدان بتاع ساجرادا فاميليا من المعرض اللي اترفض ان هم يعملوه. ما حصلش. لا حصل. ما حصلش. لا حصل. انت لسه قايل لي كده امبارح. انت بترجع في الكلام. ما برجعش في الكلام بس هو ما حصلش. دايما بيفتري ودايما انت بتدافع عنه. مش بنحاول. انا اول صغيره انا اشتغلت في معرض الحجاره بتاع بابا عشان يعمل حجاره. وكمان اشتغلت في الفرش. انت اشتغلت انت عملت ايه بقى؟ طبعا ما اشتغلتش في حاجه. ما انت اصلا كنت تعبان. كنت تعبان بايه صحيح يا جنبي؟ كان عندي روماتيزم. طيب فيها ايه يعني؟ لا فيها كتير عشان بسببه انا ما دخلتش الحرب وبسببه واحد زي ده بيتريق عليا كل شويه. انت اللي سامح له على فكره. لا مش انا اللي سامح له. وعلى فكره بقى انا رسوماتي احلى منك والناس كلها بتعجب برسوماتي والواني. انت كل حاجاتك وحشه. استنى يا مجدندرو ليه؟ وانت رسوماتك دي فيها ايه يعني؟ انا عمري ما كانت رسوماتي فيها خط مستقيم. دايما كان لازم اللي يكون فيها كيرفز. الخط المستقيم بيبقى ممل. انا اصلا بقى اتشهرت بالحاجات المنتظمه اللي انا بعملها. انت كنت شغال بايه؟ بازاز باين وحديد صح؟ اه. امال انت كنت شغال بايه؟ انا كنت شغال بازاز ملون بس. لا طبعا. امال بايه كمان؟ في حاجات بيعمل لي شكل عظمه على الواجهه بتاعته صح؟ على فكره بقى مش كل الناس بتعرف تعمل الشكل العظمي اللي انت بتتريق عليه. اوكي. اه بس انت كان عندك عقده منه؟ مش عندي عقده منه. كل الناس كانت بتيجي اصلا عشان تخليني اني انا اعمل لها الشغل ده. ما حدش كان بيعرف يعمل. دي مش عقده، ده فن يا جاهل. انا مخصمه. مش الله يبارك. بصوا بقى دلوقتي انا هاكل لعبه جديده. تمام تمام يا جودي. شويه تقتل من البحر. طب عاوز ايه يعني؟ شويه تقتل من البحر. حاول الله يا رب. سيبك منه سيبك منه. اقل هو الاكثر. هو ليه بيعمل كده؟ اقل هو الاكثر. حاول الله يا رب. طب بصوا انتوا دلوقتي مالكمش حل غير عندي غير ان اوديكوا لشيخ. تمام؟ ايه بقى ده؟ هوديكوا شيخ؟ اصل انتوا العلاج الطبي ده مش هينفع معاكم خالص. انا اعرف شيخه هاخدكم ونروح لها. تمام؟ ماشي. معرفش نسمع كلامها بقى. يا عبيطه. ماشي. شو هتأثر العظم يا شيخ؟ ايه يا مسافة في ايه؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. انت عاملة ايه؟ الحمد لله. مالك في ايه؟ مفيش. عيشة تأثر العمر وشغلانة مقرفة. ليه مالك في ايه؟ بصي اتنين كده مجانين جوه قاعدين عمالين بيشدوا في شعور بعض وبيحرقوا في دمنا. واحد يقول لي انا مش بندرو وواحد التاني يقول لي انا جودي. لا يا شيخة مش بندرو جودي؟ اه. جودي ده بقى يا ستي حكايته حكاية. كان بيعمل بيوت كتير وحاجات كتير وجناين وحاجات بالهبل وكل بيوته متسمية باسم اصحابها. ليه بيت كده اول بيت عمله كان اسمه كذا فينس. وبعدين عمل بيت اسمه كذا باتلو. بيت ده مشهور قوي برضه. وبعدين عمل كنيسه اسمها ساجرادا فاميليا. بس الكنيسه دي ما كملتش. عمل منها 25% بس تقريبا في حياته. بس اشهر بيت عمله كان اسمه كذا ميلا. مشهور قوي بقاله من ده. اه جدا. كذا ميلا بيقولوا ان هو تعبان. اه كان عنده روماتيزم تقريبا. كذا ميلا ده بقى كان بيتين في بعض تقريبا. وكان فيها حاجة اسمها كورت يارد في النص كده، حاجة زي جنينة كده في النص. أيوة. الواجهات بتاعته بقى كانت كلها كيرفات والشبابيك والبلكونات كانت كلها معمولة من حديد. وكان مليان إزاز وسيراميك مكسر ورخام. وكان الروف بتاعه فيه كمية مداخن والمداخن بتاعتها كلها معمولة بالسيراميك المكسر والرخام. ميس بندرو التاني ده بقى عمل ايه؟ لا ده ميس بندرو ده بقى حكايته حكاية. عمل ايه؟ ده كان ليه بيوت كتير وحاجات كتير وكان حاجاته كلها تحفة. شغله كله كان بالإزاز والحديد بس كان كلها خطوط مستقيمة. وعمل بيوت كتير قوي. عمل بيت اسمه ليك شور أبارتمنت. وعمل بيت اسمه نيو ناشونال جاليري. وبس كان أشهر بيت عمله كان اسمه تقريبا فرانس وورث هاوس. البيت ده اتعمل عليه حاجات كتير جدا واتكتب عنه مقالات واتعقد عليه حوارات. انت عرفت الكلام ده كله ازاي بقى؟ اصل انا يا ستي خريجة عمارة في الام اس اي.
ايه يا عفاف؟ ثواني بس عزف كام كلمه كده. قول. عارف قسم المعماريين الجديد؟ مال. بص جودي اللي جاي جديد من يومين ده. مال. عرفت انك بتتأثر بايه؟ لا والله. اه والله. قول قول بسرعه. اتأثر يا اخويا بحاجه اسمها ايه؟ القطيه الجديده. والله واخويا؟ طب كملي. بص وكان كمان زمان كان مريض بالروماتيزم، ده بقى اللي اثر عليه وخلاه بقى يرسم لعضمه وحاجات غريبه في المميه. يخرب بيتك يا عفاف، بتجيبي الحاجات دي ليه؟ كملي. انا عرفت لك الخلاصه. بص كان بيتاثر ببيتر بيرنس اللي كان شغال معاه في المكتب، وهو اللي خلاه يشتغل معاه في الازاز بقى والحديد والحاجات الغريبه دي. وكمان يا اخويا اشتغل في ايه؟ البنت قالت لي بص اشتغل في حاجه اسمها ايه؟ النظريه التصميميه المعماريه، دي برضه اثرت عليه قوي. اسمه بيتر بيرنس؟ اه ده انتوا فاضيين؟ خلاص. ايه الدكتور ده؟ هدرا كدبرا اظهروا يا اسيادنا، اظهروا بان عليك الامان. خشوا النهارده. خميس مسلمين وورستري يلا يلا